زمان من حوالي 50 سنة، راجل عجوز ضايف اتنطل في بيته وهو ما يعرفش. فخلينا نعرف حصل معاه ايه، وما تنساش الاكسبلور، ويلا نبدأ. الراجل بيحكي وبيقول: زمان في شبابي قررت اسافر العراق لصديقي، من يما علشان اشوفه ومن يما تانية علشان يشوف لي شغل. وسافرت له فعلا ورحت المكان بيته. اول ما شافني رحب بيا جدا وضايفني احسن مضايفة، وقال لي انت هتبات معايا كام يوم على ما نشوف لك سكن. البيت بتاع صديقي ده كان في منطقة ريفية، وكان البيت اصلا موجود جوه مزرعة. قعدنا طول الليل انا وصديقي نحكي ونتحاكى عن القصص، ومن ضمن الحكاوي اللي حكاها لي ان في كائن مرعب في العراق اسمه الطنطل، وقال لي ان الكائن ده تحديدا بيحب يعيش في الاماكن اللي زي دي. قلت له: زي دي ازاي يعني؟ قال لي: يعني الاماكن الزراعيه والمزارع. فقلت له: يا عم اكيد انت بتهزر ومفيش الكلام ده. قال لي: خلاص براحتك، بس هنصحك نصيحه، مفيش حد بيجي لحد هنا بعد العشاء، فلو دخلنا ننام ولقيت حد بيخبط بالليل اوعى تفتح له، ربك والحق. كلامه قلقني شويه، بس هو عادي يعني، انا هقعد عنده ليلتين وهمشي. وبالفعل على بعد الساعه 2 كده دخلنا ننام، وانا من تعبي عيني راحت في النوم على طول. ولكن بعد شويه كده حلمت حلم غريب. حلمت اني واقف قدام بيت صديقي وعمال اخبط وانا مرعوب، وفي ورايا كائن مرعب جدا وعمال يتشكل في كل الاشكال، اشكال حيوانات واشكال بشر مشوهين. فقمت من نومي مفزوع وانا بستعيذ بالله، ولما هديت قلت اكيد الحكاوي اللي انا سمعتها من صاحبي هي اللي عملت فيا كده، ورجعت مره تانية علشان اكمل نوم. وقبل ما عيني تروح في النوم سمعت تنقير على الباب، حد بيخبط بصوت واطي جدا. قمت من مكاني بسرعه ورحت على الباب، ولسه هفتح افتكرت كلام صديقي عن الطنطل، فرجعت في كلامي وما فتحتش. بس في نفس الوقت جالي فضول اعرف اللي بره ده مين، فسالت وقلت: مين اللي بيخبط؟ رد عليا راجل عجوز وقال لي: والنبي يا ابني افتح، الدنيا بره شتا خالص ومش هعرف اروح بيتي. ويا عم ما تخافش انا مش الطنطل يعني. ببص من الشباك لقيت فعلا الدنيا شتا والبرق والرعد منور السما كلها، فصعب عليا الراجل العجوز وفتحت له. لقيت الراجل غرقان وشكل التعب باين عليه قوي، فدخلته بيت صديقي وبدات ضيفه وقعدت قدامه. فبدا العجوز كلام وبدا يسالني شويه اسئله، وقال لي: امال انت منين وجيت هنا امتى؟ انا اول مره اشوفك في الحته هنا عندنا. فجاوبت وعرفته انا جاي هنا ليه، بس وانا بتكلم معاه كنت حاسس احساس غريب، ما كنتش مستريح له ابدا. الراجل وشه مش راكب مع باقي جسمه، يعني وشه وش راجل عجوز فعلا، ولكن طوله وعرضه وعضلاته لشاب عنده 30 سنة. المهم العجوز ده قعد شويه وقال لي: انا ماشي. قلت له: يا حاج طب ما تبات عندنا الليله دي على ما الشتا اللي بره ده يخلص. قال لي: لا ما هو كده كده خلص. بصيت له كده باستغراب وسكت، وما كنتش عارف منين هو عارف ان الشتا خلص. المهم قمت معاه علشان اوصله للباب، ولما فتحت الباب وبصيت للسما لقيت فعلا الشتا خلص. والاغرب من كده كمان ان الارض ما عليهاش ولا نقطه ميه. وقف العجوز على الباب وبص لي بصه اشعرت جسمي، كان مبرق فيا بشكل غريب، وبعدها رجع لطبيعته وقال لي: ما تفتحش ابدا لحد يخبط عليك بالليل. ولف وشه وبدا يمشي. وهنا بقى كانت الصدمه، رفع العجوز العبايه وهو ماشي وشفت الرعب. رجليه كانت رجل خروف ومليانه شعر، وطول ما هو ماشي كان بيعمل صوت غريب جدا زي صوت الخروف. وقبل ما يطلع من المزرعه لف وشه وبص لي، وكانت البصه اللي خلتني رجعت لمصر تاني، لان لقيت راسه اتحولت لراس خروف اسود وعينه كانت حمراء بشكل مرعب. قفلت الباب بسرعه وبقيت واقف وراه باخد نفسي بالعافيه. ولما صاحبي صحي تاني يوم حكيت له على كل اللي حصل معايا، وعرفته كمان ان مستحيل اقعد في البلد دي مره تانيه. واول ما النهار طلع خدت بعضي ورجعت على مصر. وفي نهايه كلامه بيقول لي: يا ريت تصدقني، لان والله القصه دي حقيقيه فعلا. فلحد هنا خلصت الحكايه، ما تنسوش تقولوا لي رايكم فيها ايه، ولو ما عملتش لايك دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش انزل اشترك. ولحد هنا اقول لكم سلام عليكم.